اليوم معنا تجربة الجنرال أنستيزيا للرات. أول شيء ناخذ الدواء اللي هو دايثاير إيثر، ناخذ نفتح البطل ده نصب شوية، بس أكثر من نصب شوية، نقفل وننتظر دقيقة كاملة. بعد ما خلصت الدقيقة كاملة ناخذ إطار نحطه في الدقيق، نقفل، دخل الدقيق. وننتظر لين يتخدر الفار، وبنتأكد، نوريكم طريقة التأكد بعد شوي. أول ما نحط الفار نبدأ نحسب الوقت لين يتخدر، وهذا اللي هو induction anesthesia. الحين خلاص تخدر معانا الفار، نتأكد بالطريقة دي اللي هو بشكل glass عند هذا الوقت اللي خذه معنا، نطلع من هنا نحطه على اللي هو supine position. نبدأ نحسب التايم اوف ريكفري، اول ما يتحرك وينقلب نوقف الوقت، وهذا هو التايم اوف ريكفري. الحين هذا التقرير، العلاج دايثاير إيثر نحط عليه صح، الوقت حق الانديوكيشن اوف انستيزيا 3 دقائق و34 ثانية، والوقت حق ديوريشن اوف ريكفري اللي هو 1 دقيقة و26، مكتوبه هنا في الريبورت. نكتب في الأخير يقول إذا قفل دواء دايثاير إيثر برودوس، نحط عليه دائرة أنستيزيا، وكذا ننتهي التقرير.